صباح الخير على حضراتكم مرة ثانية. ودلوقتي احنا بنتكلم عن لجنة المرأة بالنادي الأهلي وما تقدمه من يعني ندوات تثقيفية واعتقد امور بتهم المرأة المصرية. البعض من الناس قد يعني قد يأتي في ذهنه كده، طب هي لجنة المرأة بتقدم ايه يعني ملموس على الأرض، ايه اللي ممكن ان هو يفرق مع الناس او مع الجماهير او حتى مع المرأة نفسها؟ خلينا نعرف ده من يعني الضيفة اللي منورانا نسمة حسن، عضو لجنة المرأة بالنادي الأهلي. ويا نسمة فعلا والله صباح الخير. صباح النور يا نور. وذات وجه حسن، شفتي قفلنا لك الاسم، منوره الدنيا يا فندم. انا بشكركم جدا الاول على مشاركتكم دايما لينا، على طول حاسه ان انتم معانا في كل ايفنتاتنا، فدي حاجه بسطانه جدا الحقيقه. وان شاء الله نبقى موجودين كمان انا او كريم مع استاذه انهار، دايما بتبعت لنا بجد الجدول باذن الله نكون موجودين بقى ونتصور معاكم ونصور الفعاليه ان شاء الله. انتوا ليكم نشاطات متعدده والحقيقه كلها ناجحه جدا وكلها مثمره وبناءه وفي منتهى الاهميه. يعني انا بشوف طبعا حضرتك اكيد ادرى مني بكتير، بس انا وقفت كتير عند مبادره نحو الاميه اللي اتعملت في النادي الاهلي، قد ايه دي حاجه انسانيا في قمه الاحترام، وسعدت جدا ان في حد من الناس اللي اتعلموا على ايديكم القراءه والكتابه كانت اول جمله كتبها شكرا كابتن محمود الخطيب. شكرا بيبو. فتعالي نتكلم في البدايه عن المبادره دي تحديدا وبعد كده نتكلم بقى في بقيه الحاجات. محو الاميه ملف مهم جدا جدا بالنسبه لنا كلنا. بداية فكرته طرحت طبعا في اللجنة من الأستاذة الجميلة أستاذة أنهار، بجد يعني بحب أشكرها الأول على مواضيعها المهمة اللي هي دايما بتستشف مننا إيه المهم وإيه المفيد، وبتدعمنا بكل ثقة بصراحة، وهي ومجلس الإدارة والإدارة العليا واللجنة التنفيذية ما بيبخلوش أبدا علينا بأي دعم، سواء بقى مادي معنوي نفسي، كل حاجة بتتقدم علشان الحاجة تتم على أكمل وجه. بالنسبه لمحو الاميه، واول ما تم اقتراحه احنا طبعا كلنا محو الاميه لا حاجه حسينا فعلا قد ايه كل حد فينا عليه واجب وطني ان هو يعلم حد يكون يعني محتاج التعليم. صحيح. بدايه الفكره لما اتعرضت طبعا احنا رحبنا بيها جدا، طبعا بيتم عرضها في بروتوكولات كده ماشيه سنه سنه، بيتم عرضها على اللجنه العليا والاداره التنفيذيه ومجلس الاداره. كابتن الخطيب طبعا رحب بيها جدا جدا. تم التعاون ما بين الهيئه العامه لتعليم الكبار برئاسه طبعا عاشور عمري، السيد عاشور عمري وكابتن الخطيب رحب بيهم، وتم توقيع بروتوكول ان احنا نقدم الموضوع ده على اكمل وجه. طبعا لما حصل وجه السيد عاشور في النادي تم توقيع البروتوكول، ابتدت بقى الانطلاقه بقى الكبيره بقى. قال طبعا احنا بدايه لازم يكون في دوره تدريبيه للمتطوعات، طب المتطوعات دي هتيجي ازاي؟ تم الاعلان عن الموضوع بصوره كامله ان في محو الاميه للعاملين بالنادي، وده من ضمن عائله برنامج عائله الاهلي اللي دايما كابتن الخطيب بيحرص على ان برنامج عائله الاهلي ده ينمو ويكبر لاعلى مستوى. طبعا النادي الاهلي بيقول لك تاريخ مبادئ تطوير. أيوة. فعلا بيهتم بالتاريخ، ازاي يفضل طول العمر تاريخ النادي الاهلي ده مدون بكل خير، المبادئ ان احنا مبادئنا واحده واهدافنا واحده، التطوير ان احنا بقى بنطور من اول العمال اللي هم اخواتنا على فكره. العمال دول سنين وسنين في النادي، حتى الجديد بتلاقيه لا النادي ده بيته الاصلي. فاعلنا عن محو الاميه، برنامج محو الاميه وازاي هنشتغل عليه. طبعا اتقدم لنا بعد الاعلان. عاوز اقول لحضرتك كمان ان كابتن وليد كان حريص، رئيس اللجنه العليا طبعا كابتن وليد مبروك طبعا. صبح عليه، وعلى فكره صباح من الناس اللي بتتابع على طول 10 الصبح في الاهلي. أيوة. صباح الخير يا كابتن وليد، انا عارفه انك بتتابعني. طبعا من بدايه الاعلان، بصوا يا جماعه احنا نهتم باصغر التفاصيل، هي كتابه الاعلان، بلاش الاميين واحنا ننتقي، بقينا نحط جمل يقول لك لا دي حلوه لا دي وحشه. طبعا استاذه انهار حلو، يعني مراعاه كل الابعاد كل التفاصيل النفسيه لحد ما وصلنا طبعا العاملين الذين لم يحالفهم الحظ في استكمال العمليه التعليميه. وكملنا بقى على النهج ده، اخذنا دوره تدريبيه للمتطوعات اللي قدموا، لما بندرسوا متطوعات من عضوات النادي، من النادي. بعد لما قدموا طبعا وفقا لشروط وضعتها الهيئه العامه لتعليم الكبار ان هم لازم ينطبق عليهم شروط معينه. تمام. لما انطبقت على المتطوعات اللي قدموا تم اختيارهم بعنايه جدا، وفي الغالب هم كل اللي اتقدموا هو موافين للشروط اللي اتطلبت يعني بصراحه. بدأنا، أنا كنت فاكرة بصراحة إن هنعلم عادي يعني لما حد ما يعرفش يقرأ ويكتب، فأنا هعلمه وأنا أصلا مجالي في شغلي مجال التعليم.
فعادي. بس تعليم الكبار مختلف كتير. قالوا لنا لا، تعليم الكبار غير، انت لازم تاخد دوره تدريبيه الاول علشان تعرف تتعامل. الكبير الكبير ده ليه خصائص وليه سمات وليه طريقه تانية خالص في التعليم. اخذنا دوره تدريبيه وفرها بصراحه النادي وبالتعاون مع الهيئه العامه، المكان والمنهج والدكاتره اللي بيدوا لنا المحاضرات. كنا كل يوم حضرنا لمده اسبوع من الساعه 1 تقريبا يوميا لحد الساعه 8 مساء. كنا حاسين ان احنا بنروح الجامعه، عارف احنا عندنا محاضرات. طبعا كان معانا الدكتوره ماجده والدكتوره ايمان والدكتور سيد الالفي، اسامي كبيره ليها قامه، الدكتور ايمن. علمونا ازاي نتعامل مع الكبير. لا، الكبير ده اول حاجه بدأوا لها خصائص. ايه خصائص الكبير؟ اول سؤال سالناه ما كناش عارفين هم قصدهم ايه. في نهايه الدوره عرفنا ان احنا هم كان قصدهم ايه من المعنى اللي هم كانوا بيشرحوه لنا، وازاي اتعامل معاه نفسيا وسلوك، انه ازاي يتقبل مني ان انا ادرس له. انا ممكن اكون اصغر منه سنا، ممكن يكون هو حاسس ان هو حد كبير صعب ان هو تعلمه، حتى هو مثلا رئيس عمال، حد حاسس انه. فدي فعلا احنا واجهنا كل الحاجات دي. اخذنا الدوره التدريبيه، تمت على خير وامتحنا ونجحنا في الدوره التدريبيه. اخذنا الله يبارك فيكم، اخذنا شهادات ان احنا بقينا معلم معتمد من الهيئه العامه لتعليم الكبار. دي حتى في السي في بتاعتنا دي حاجه حلوه ومشرفه لينا جدا. لسه كنت هقول لك بالظبط. وبعديها بقى بدانا التدريس للعمال. عاوز اقول لحضرتك ان هي كانت منظومه، كان كل فرع بجد بدون مجامله في مدرسه، فصول، منهج، معلمات، مشرفات، جداول، التزام من العمال، طلبه وطالبات. التعاون كان بيتم من اول مجلس الاداره وكابتن الخطيب والعلاقات العامة ومديرين الفروع والعمال اللي شغالين بيدخلوا يجهزوا لنا المكان. دي من أحلى الحاجات اللي في حياتي عموما. نحو الأمية بجد ليه صدى جامد جدا كان معانا. بس انت عارفة انت مش بتعملي حاجة مثلا حلوة ودلوقتي مثلا وقتية، انت بتعملي حاجة يعني أبعادها مدى الحياة. أنا بعلم حد يقرأ ويكتب، شوفي قد إيه ده ممكن يفرق في مستقبله وممكن ينقله نقلة تانية خالص. فعلا. يعني نقلة نوعية زي ما بتقول. عايز أقول لحضرتك إن احنا وإحنا في الأول، أول سيشن لينا، كان طبعا واجهنا صعوبات. في ناس هي مش متقبل الفكرة قوي، في ناس حاسة إن أنا بعد زي ما بيقولوا شاب ودوك كتاب، لا أنا مش هتعلم. احنا كل ده واجهناه، بس بالخبره اللي خدناها من الدوره التدريبيه وبخبرتنا الحياتيه وبتوجيهات الاداره لينا، ان احنا قدرنا قد ايه نتغلب على كل الصعوبات اللي قابلناها دي. وفي ردود لكل شكوى وكل يعني بالزبط. شخص اللي هو عنده نوع من الانهزاميه، لان على فكره بيبقى في ناس فعلا بيفكروا كده حتى لو سنهم مش كبير، يقول لك خلاص بقى اللي حصل، اللي ذاكر ذاكر. وحاجات زي دي شخصيه في اهلي زايد، انا فرع اهلي زايد، شخصيه جميله جدا، هو من اكتر الشخصيات المحببه لقلبي بصراحه، وعشان كان كبير في السن. عم احمد كان فاضل عليه شهرين ثلاثة ويطلع معاش. فهو يعني دي انا احترمتها جدا برضو في اداره النادي طبعا، ان هم ما قالوش ان احنا نهتم بالشباب اللي هو هيدي لسه معنا، لا هو اهتم حتى ما استبعدش حد زي عم احمد. يعني اعطاء الامل لكل من يريد، عاوز اقول لك الناس كلها. عم احمد ده قال لك انا يعني كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام هقرا واكتب واتعلم. انا هدعي لكل حد فيكم، ومش شرط انا اكون انا معلمته او غيري، هو كان في مجموعه تانية. وبعدين بعد كده كنا بنلتقي في المراجعات بقى والحاجات دي، فكان بيدعي لنا فعلا من قلبه، يقول لك انا لو قريت حرف في كتاب الله او قلت ايه او قلت ده، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم بالظبط. دي حاجه انتوا وكانكم بتعملوا اعاده احياء للانسان بالظبط. هي حاجه في منتهى الرقي بصراحه. وبعد طبعا قعدنا كذا شهر هم بيتعلموا ودروس بقى، ودي مش فاهمه، ومثلا اقول له ايه دي بتبدا بحرف، يقول لي انا عارف حرف اسمك نون مثلا، حرف مش عارف. فابتدي يعني كل حد ازاي تدخلي له من المدخل. يعني حضرتك انت شغال مثلا في النجاره، طب يلا نكتب مسمار، يلا نكتب خشب، يلا. فانت بتوصلي من الحاجه القريبه لقلبه. وبعد طبعا ما قعدنا شهور بنتعلم وبقوا شاطرين جدا جدا، حددنا طبعا ميعاد الامتحان بالتعاون مع الهيئه العامه. ونسبه النجاح كانت قد ايه بقى؟ هي لسه النتائج ما طلعتش، بس البشاير النتائج مبشره يعني. خير يا يومها كنا خايفين عليهم بجد والله، كانهم اولادنا، كانهم اخواتنا. احنا واقفين متوترين، طب نقف معاهم، طب نطمنهم. دي كانت حاجه بصراحه تجربه اكيد استثنائيه جميله جدا. والحمد لله بفضل الله تمت الدفعه الاولى، وهنبدا بقى في الدفعه الثانيه، هتبتدي تاني دوره تدريبيه للمتطوعات الجدد اللي هينضموا للمتطوعات التانيين،
وهيبداوا بقى الفصول تنميه الانسان يا نسمة دي من اهم الامور، ويمكن ما فيش دوله اصلا بتتكلم في تطور الا لما بتبقى مع هذا التطور اللي على الارض، لازم يكون طبعا في تطور للانسان. فانتوا بتعملوا حاجه بتخدموا بيها اصلا الدوله، يعني ده شيء محترم جدا. الحاجه الثانيه بقى، عشان احنا عايزين نستغل وجودك معانا على قد ما نقدر، لان انتوا بتعملوا بصراحه فعاليات كتيره جدا، وبتروحوا لحاجات يمكن البعض يقول لك دي ابعادها ايه دي او تفيد ازاي، زي بالظبط ما كلمنا عن معرض تراثنا وسياده الوزيره كانت كمان حاضره، ولما اجي كده ابص اقول طب هو المعرض ده هيفيد ازاي؟ هيفيد ان انت بتعرف المراه او بتعرف الفتاه الصغيره وبتعرف المصريين عن تراثهم، يعني بترجعهم كده تاني بالذاكره، اللي نسي من ايام الدراسه، اللي مش عارف، اللي عايز بعد كده يشتغل في مجال له علاقه بالسياحه، له علاقه بالاجانب، كل ده بيفيد. فيعني كلمينا اكتر عن المعرض ده، عجبني جدا. بقى هي دايما سياسه النادي الاهلي بتتماشى مع سياسه الدوله حقيقي، يعني اي حاجه بتلاقيها لها صدى احنا على طول يلا نشوف نتجه نفس الاتجاه. فمعرض تراثنا ده انا مش كل حاجه عاوزه اقول لك هي احلى من اللي قبلها، يعني كل حاجه بفتكرها في الباشن اللي انت بتتكلمي فيه. والله معرض تراثنا ده كان اول ما طبعا عرفنا ان في المعرض هيقام، احنا قبليها كان معرض البازار، بازارنا ده، ورحنا معرض تراثنا تم الاعلان عنه تمام. النادي بدايه من ازاي هنروح، وفر باصز على اعلى مستوى حقيقي فعلا، ميه، عصير، مواعيد محدده، حد معانا، احنا نفسنا بننظم، يعني لجنه المراه دايما بتحرص على يكون في تنظيم داخلي داخل المجموعه وخارجها، ان احنا ازاي هننظم ما بيننا وازاي لما نطلع المكان ده هنكون بالشكل اللائق يعني. فروحنا معرض بازارنا تراثنا. اول ما دخلنا الناس اصلا من واحنا نازلين الباصز النادي الاهلي، ففي ترحيب، احنا شايفين زي النجوم لسه ما عملناش حاجه، احنا بس بننتمي للنادي يعني زي النجوم بقى النادي الاهلي معانا العالم بقى، الناس انتبهت يعني اتصيدتوا في المكان جدا بقى، الناس انتبهت بقى النادي الاهلي ده كل عاوز يتصور وعاوز يصورنا. احنا دخلنا لقينا في استقبال المجموعه السيده نيفين جامع، السيده المصريه الجميله الاصيله، النموذج المشرف فعلا لكل سيده مصريه في استقبالنا، ورحبت جدا باستاذه انهار. طبعا استاذه انهار جميله وشخصيه مرحه ومحبوبه من الجميع بصراحه، صحيح. فرحبت بيها جامد وقالت لها، فاستاذه انهار قالت لها احنا لجنه المراه، طبعا اتبسط جدا ان مجموعه كبيره، وبس هي زي ما قلت لك عائله الاهلي، هي ما كانتش مقتصره على المراه بس، كان في ازواج وكان في شباب وكان في اطفال معانا. فكانت يعني احنا دخلنا بقى حسيت ان المعرض هو اشبه بالمتحف، انا مش بتفرج، انا مش داخله معرض ده، انا دخلت عندي انبهار بالمشروعات الموجوده، بالاعمال اليدويه، بالكروشيه، كلها ليها باك جراوند او كونكشن مع التراث المصري الاصيل اللي احنا كلنا لازم نعرفه ونحافظ عليه في نفس الوقت. احنا دخلنا حاسين احنا في حاله انبهار حقيقي بجد، كل حاجه بنقف عندها ونشوفها وازاي اتعملت، هاند ميد كله، هاند ميد كله. وبالمناسبه هي مش زي الحاجات الموجوده في الاسواق بامانه، يعني هي الحاجات موجوده سبيشال جدا، قد ايه الحرف جميله، قد ايه صنعتها مميزه، وكل حد عامل حاجه هو بيكلمك عليها كانها حته من قلبه، كانها ابنه، بيقول لك بصي انا عملت دي بخامه كذا، ابتدينا نعرف خامات احنا ما كناش يعني واعيين ليها شويه. كان معانا بنات اغلب البنات معانا اشتروا حاجات لجهازهم من هناك. السيده نيفين جامعه وجهت الشكر جدا لكابتن الخطيب على حرصه ان حاجات زي كده تطلع من النادي، اصل النادي ده جزء من المجتمع. او هو النادي قال يعني عاوز اقول المجتمع كله. فهو ازاي بيحرص على حاجه زي كده، بتنمي بقى الوعي عند الشباب. ولو انا عندي انا كسيده او ربة منزل مثلا بعرف اعمل حاجه، ليه ما انميهاش وليه ما اعملها واكبرها واطلع في معرض زي ده. انتوا الحقيقه عاملين شغل محترم جدا جدا جدا، بتهتموا من خلاله بكل ما يتعلق بالانسانيه وبالتنميه البشريه، يعني اكيد ابتداء من كابتن محمود الخطيب، مرورا طبعا بكل حضراتكم كل القائمين على لجنه المراه، واكيد اللجنه العليا للجان، يعني كلكم تستحقوا الثناء والشكر والتقدير يعني، وان شاء الله موفقين في كل اللي جاي. احنا للاسف وقتنا خلص معاكي، بس سعدنا جدا وتشرفنا بوجودك معانا. انا سعدت اكتر وبشكركم، وان شاء الله المرات الجايه تعرفوا بقيه الانشطه ان شاء الله، أكيد أكيد ونيجي نصور معاكم ونحضر كمان. انا بوعد اهو استاذه انهار على الهواء، انا عارفه هي بتتفرج ان شاء الله، هنيجي انا او كريم او انا وكريم باذن الله نحضر كمان فعاليه من الفعاليات الموجودين. نورتينا يا نسمه، منور بوجودكم. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم، هينورنا بقى كابتن شريف عبد المنعم.